صحيح، ثلاثة نقاط مهمة بالنسبة لنا في بداية المشوار ديالنا في البطولة. لعبنا قدام فريق اللي دار واحد الاكسبلور في الموسم الفارط. الكل كان كيظن بأن فريق اتحاد طنجة بأنه يغادر القسم الأول، ولكن العمل اللي قام به هلال طاير بمعية اللاعبين فالكل ما كانش كينتظره. هذا هو اللي تحدثنا به مع اللاعبين. فريق اتحاد قلنا لهم بان فريق اتحاد طنجه ماشي هو الفريق ديال الموسم الفارط، او الفريق ماشي اللي بدا الموسم الفارط، يعني فريق الان فيه تغييرات كثيره. يمكن بدينا بدايه في المستوى في الشوط الاول، ولكن ارتكبنا بعض الاغلاط في 15 دقيقه الاخيره في الشوط الاول، كذلك تراجعنا شويه لوراء في الشوط الثاني. يعني اللاعبين دخلوا بعض العياء، كتعرف بان المباراه الحبيه اللي جرينا في التربص الاعدادي ماشي هي المباراه الرسميه، ضروري كيكون واحد العياء، ضروري كيكون واحد لوريتم اكثر من المباراه الحبيه. ولكن الحمد لله اللاعبين مشكورين على المستوى اللي قدموا اليوم. ثلاثه نقاط كما قلتي مهمه بالنسبه لنا، ولكن مازال مشوار طويل. كانت بالنسبه لنا اشياء ايجابيه، وكذلك كانت مسائل سلبيه. ان شاء الله مسائل ايجابيه نزيدوا نحسنوا منها، والاشياء السلبيه غادي نخدموا عليها ان شاء الله في المباريات القادمه باش نقصم الاخطاء اللي ارتكبنا اليوم. ولكن كما قلت لك اللاعبين مشكورين على المباراه اللي قدم اليوم، لان داروا واحد المستوى كبير خصوصا في الشوط الاول. الشوط الثاني يمكن مغاير الشوط الاول، حنا ما نكونوش طماعين بزاف. فريق شباب رياضي سالمي كيلعب دائما من لاجل البقاء. يمكن السنه الفارطه يمكن احتلينا المرتبه الثامنه ب 36 نقطه، ولكن راه كان بامكان ديالنا اننا نكونوا في المرتبه الرابعه، لان ضيعنا مباريات كثيره وكان بامكان ديالنا اننا نفوزوا فيها. كان يمكننا نكونوا كما قلت لك محتلين الصف الرابع الى رجعت للمباريات الاخيره اللي ضيعنا، او عطينا فرص بعض اللاعبين اللي ما كانوش كيلعبوا. هذا هو اللي خلانا اننا نفقدوا يمكن من 9 حتى ل 10 نقاط في المباريات الاخيره. احنا كنجيروا كل مباراه بمباراه، لماذا لا ان شاء الله؟ الا بغى الله رانا احنا كما قلت احنا كنقوموا بالعمل ديالنا، واللاعبين كذلك كيقوموا بالعمل ديالهم. نتمنى ان شاء الله كما قلت لك اننا هذه السنه هذه نكونوا في مركز احسن من السنه الفارطه ان شاء الله. شوف احنا استراتيجيه ديالنا اننا كنجيبوا لاعبين يمكن هما هاد اللاعبين كيبغيو يجيو للفريق الشباب الرياضي السالمي باش يثبتوا الوجود ديالهم. فلاعبين ما كياخذوش الوقت الكافي مع الفرق اللي كيمارسوا فيها، فكيجيو عاد كيجيو للفريق الشباب الرياضي السالمي باش ياخذوا وقت اكثر في المباريات. بطبيعه الحال ملي كتجيب لاعب انه ما لعبش مع الفريق ديالو، فكيبغي يثبت الوجود ديالو وكيبغي يبين بانه الفرصه اللي ما خداش مع الفريق ديالو، فكيحاول انه يثبتها داخل الشباب الرياضي السالمي. يمكن حنا استغنينا على بعض العناصر اللي كانت مهمه ومهمه بزاف. يمكن الموسم فارط في نفس الموسم استغنينا يعني مشاو لنا لاعبين اللي كانوا يعني مهمين بالنسبه للفريق. مصطفى الصاد اللي كان مشى للجيش الملكي، عماد الرياحي اللي مشى للمغرب الفاسي، عادل الرحيلي اللي مشى للأمصلار بقطر. هاد السنه هذه يمكن مشى لنا لاعب اللي من الركائز الاساسيه بالنسبه لنا احنا، اللي هو امين المسن عميد الفريق. جاء عرض من فريق الفتح الرياضي الرباطي، احنا ما كنوقفوش في طريق اي لاعب جاته فرصه او يمارس في مستوى احسن، فاحنا كنفتحوا ليه الابواب ونخليوه يلتحق. وكذلك كنجيبوا لاعبين اللي حتى هما كيبغيو يثبتوا الوجود ديالهم مع فريق الشباب الرياضي السالمي. سيناريو غير منتظر، في الدقيقه الاولى جاتنا تسديد على المرمى الواصلي، الحارس العلوش كان في الموعد. من بعد ضد مجريات المقابله تلقينا هدف مبكر، كره ساقطه ميته. جو دوا غوفواغ لي زيماج باش نحدوا المسؤوليه ديال كل واحد. كذلك تسجل علينا هدف ثاني في تسديده عن بعد، لا اظن بانه غادي يتسجل هدف يعني في 10 دورات القادمه، رغم انه ما كناش مركزين بالشكل الكافي في الشوط الثاني. اكيد بانه
كنا اكثر تحكم في الكره، وصلنا 40 امتار الاخيره ما مره، ما كانش تهديد حقيقي على المرمى، لكن محقهم هما كذلك في الشوط الثاني طيحوا البلوك ديالهم للحفاظ على النتيجه، شيء عادي. جراونا بزاف في المرتدات، المرتدات كانت عندهم سريعه وخطيره، هددونا ما مره لولا اليقظه ديال المدافعين وحارس المرمى. ظن بانه مقابله بالمحتوى ديالها دون المتوسط، الايقاع ديالها منخفض، خصنا نستخلصوا الدروس، نشتغلوا كثير، تنتظرنا عمل كثير. ظن بانه اشتغلنا بالرصيد البشري المتوفر لحدود الساعه، لكن اظن بانه اللاعبين قاموا بالمجهود ديالهم، احنا كذلك من جانبنا درنا الكوتشينغ اظن بانه المناسب في الوقت المناسب. يعني كمقابلة أولى ما ننتظروش يكون شي أداء زعما في المستوى، ما غاديش يحضر انسجام. كذلك اللاعبين اللي اشتغلنا بهم في أربع الأسابيع كانوا نورمال، كانوا تغييرات لأنه إكراهات، لكن أنا متفائل يعني بخصوص مستقبل الفريق، لأنه دزنا بمراحل صعبة، هذه غير الجولة الأولى، أكيد بأنه خرجنا خاوي الوفاض، سنستعد بكل جدية وغادي نستعدوا الجماهير طنجاويه وتنعتذر لهم على هذه الكبوه. فوالا زعما سي اومان، زعما يعني عدم تاهيل اللاعبين اشكاليه تهم مجموعه من الانديه، يعني ما تتهمش غير حنا المسؤولين ديالنا، تشتغلوا في هذا الباب باش ياهلوا اللاعبين، مسؤولين عن الشؤون المحلي، الناس يعني دايرين خدمتهم. ابخي اكيد نقدر نقول اكيد انه اللاعبين الجدد قادرين باش يقدموا الاضافه، و فوالا تو سامبلومون. غياب الجمهور مساله عاديه، الحلقه الثابته في اتحاد طنجه هو الجمهور، هو اللي كاين. واولا المقارنات غالبا ما تكون ظالمه، باش نقارنوا الماتش ديال المباراه اليوم مع المباراه ديال الموسم الماضي، اظن بانه كمرجع زعما ما نقدروش نستخلصوا لا الدروس لا العبار، لكن اظن بانه بالنسبه للجاهزيه اظن بانه فتره الاعداد كانت قصيره بالنسبه لجميع الانديه. اون فا باس كاشي ديغيغ سا، تكلمت انا على الايقاع، عنيت بالايقاع، تكلمت على الانسجام بان الرصيد البشري المتوفر اللي اشتغلنا به في ثلاث ايام الاخيره هو هذا اللي شفتو. حنا حتى في اللائحه المستدعات كانوا خمسه اللاعبين من فئه الامل والشبان، هادو اكراهات يعني منين اذا عمت هانت، يعني هادشي كلشي تيعيشوه جميع الانديه. حنا في اتحاد طنجه بالنسبه لهذه المقابله للنسيان غادي نشتغلوا وننتظر تاهيل اللاعبين، لكن انا فخور بالليفور بالمجهود اللي قاموا به اللاعبين، عطاو 100%. ابخي ما كانش عندنا النجاعه، ما كناش مركزين امام المرمى، ما كناش مركزين كذلك في الاهداف اللي سجلت علينا.